متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. احنا الان بصدد جريمه بشعه وقعت احداثها وهنا في عزبه خير الله. الكل يعني بنوع من انواع الحزن والالم يودع الشاب العشرين العمر اللي راح ضحيه هذا الاعتداء اللي حصل. خلص عليه في 60 ثانيه ب 12 طعنه حسب تحقيقات المباحث التي افردت لنا. الحقيقه معانا والده ومعانا اصدقائه اللي متالمين جدا لفراق هذا الانسان اللي كان سند وكان وتد في مع ابوه يساعده ويعاونه في اعباء الحياه المريره. كلنا شفنا ازاي الابن بيبقى بار باهله وامه. الحقيقه امه مش قادره تتكلم يا جماعه، يعني من ساعه الحادثه وهي نايمه. والده زي ما انتم شايفين يعني حد على الله حكايته في تفاصيل الحياة، يعني مش بتاع مشاكل. حسب سؤالنا هنا عن الناس وحسب كلامنا معاهم قالوا لنا ده راجل سكرة جدا وما بيعملش مشاكل مع حد. ايه تفاصيل الحكاية وازاي يعني خلص عليه في 12 طعنة وازاي الاسرار على الاذى، كل ده هنعرفه مع عم حسن والد الضحية. اتفضل عم حسن، انا حابب اسألك عن ايه اللي حصل. عم حسن عن صوت حضرتك، كان في قضية اولانية سبب المشكلة كان طفلين صغيرين، كان محمد أخوه الكبير جاي من الشغل واللي بيهم بيتخانقوا مع بعض عادي، أي حد ماشي يلاقي عيالين صغيرين فبيحجز عنه. هو جدع، هو شهم. هو من ناحيته شهم، عايز يحجز العيال من بعض. العيال من بعضيها يعني. حجزهم من بعضيهم وماشى ده وماشى ده. المرة أمهم واقفة من فوق إزاي وقعدت تشتم بألفاظ يعني ما ينفعش إن الواحد يقولها. فجت بعد كده اتصلت بإخواتها اللي هم شغالين في المخدرات دول حضرتك، وعملت لهم مشكلة. إزاي عملت مشكلة؟ اتصلت بيهم وجابتهم هنا تعالوا الحقوني ده بيعملوا ويسووا. بيعملوا ويسووا. فالناس حجزتهم من بعض وخلصت المشوار ده. فول خناقه، فول اعتداء. كسر له ايه؟ كسر له حضرتك ضربوهم، ضربوا محمود ده بالسنج. ابنك ضربوا ابنك. ضربوا ابن محمود بالسنج. يا ساتر يا رب. بالسنج. قطعوا له وتر، ضربوه هنا وهنا وهنا وفي المفصل حضرتك. عمل عملية وتر وحضرتك اتحجز في المستشفى حوالي 10 ايام. 10 ايام لغايه ما طلع. خدت الاجراء، عشان انت راجل طيب من جواك، خدت الاجراء القانوني. خدت الاجراء القانوني. ابنك مش هتسيبه. ففي ناس حضرتك اتدخلت على اساس وقالوا نقعد نحل. وبعد كده هم ما رضوش بالحل. ان احنا قالوا في 2 مظلومين. فدخلت الوكيل النيابه انا ومحمود وبريتهم. بريت عشان انت من جواك طيب. عشان الناس المظلومه دي قلت احنا ما ناخدش ذنب حد بحد. ايوه. فمنهم خالوا. فجي بعد كده اتنازلنا عنهم. جو بعد كده قالوا لا، في يوم الحادثه جه اللي هو مجدي معمول له ضبط واحضار، هو والواد اسلام معمول له ضبط واحضار. فجو هنا المحمود كان واخد جلسه علاج طبيعي هنا. كان قاعد في نفس المكان ده. هنا. فجاء قالوا له هو بياخد جلسات طبيعي يعني علاج طبيعي. لان الدكتور قال له دراعك على ما يرد ويرجع لطبيعته هياخد وقت. هياخد وقت. ده في اوتار متقطعه. ياخد سنه. دي اول خناقه. تاني خناقه ايه؟ حكايه المولوتوف وحكايه اللي عبوه والازايز. ده في نفس الشارع اليوم. ديه يعني الشارع في ديه في نفس اليوم. الشارع ديه يا جماعه. كان من البيت اللي هناك ده حضرتك. من فوق كان في ازايز مولوتوف مجهزينها. وقالوا له ده مولوتوف ليه؟ ده واحد. قالوا له ده ابوك جاي. هم كانوا مجهزين ان هم يضربوا محمود. في الوقت ده ضربوا محمود. ايوه اتفضل. في الوقت ده ضربوا محمود. خليك ساكت. كان اسلام ممجدي ضرب محمود في اللي هي الواقعه اللي عمل فيها العمليه الوتر وقطع في المفصل. طب نيجي ليوم الواقعه، ايه اللي حصل يوم الواقعه؟ يوم الواقعه محمود رن عليا في التليفون وانا في الشغل. قال لي يا ابويا مجدي بيهددني. انت راجل فاتح محل بتاكل بعيد. كان هو لسه جاي من العلاج الطبيعي وكان قاعد هنا. قال لي يا ابويا مجدي بيهددني وبيقول لي جاي هنا وبيقول لي لو ما كنتش تتنازل عن المحضر انا هموتك. المحضر الاولاني. المحضر الاولاني. طب وحقه هو فين لو اتنازل؟ حقه ده عند ربنا بقى. احنا كنا ناويين نصالح ونتنازل ونقول كفايه عليهم كده. كل ما نيجي نتنازل الوليه دي بشهاده الشهود تروح تعمل لنا محضر تعدي، محضر مش عارف ايه، محضر ايه. والنيابه كانت بتحفظه اداري. لان احنا ما عملناش حاجه. طيب اليوم اللي حصل يا عم حسن، اليوم اللي حصل ده اما قال له راح وقف عند البيت هناك بعد ما مشي من هنا وقف عند البيت هناك ولما
جماعه صحباتهم اللي هم شغالين معاه في المخدرات ومجهزين سينابوك كذلك هناك، وقعدوا يجيبوا شكل محمود وهو قاعد هنا. هو قاعد مكانه هنا. وهو قاعد مكانه هنا. يجيبوا شكله. يجيبوا شكله. فقال لي يا بابا ده بيجيبوا شكله وكذا وكذا. قلت له يا بابا اصبر لغايه ما بس هزوه قاعد يشتموا فيه من هناك. فجي رايح هناك وفي ايه؟ رايح دخل عليهم هناك. رايح لهم هناك. قال لهم انا ما عملتلكمش حاجه، انت عايزين ايه؟ ايه اللي عايزينه مني؟ فالواد جه ضربه فجر وراه لغايه في محل بعدين اسمه محل نبوي. راجل محترم. فالناس حجزتهم وجيت انا ممشيهم ومشي. قلت له سيب ده المشوار ده انا هبلغ بيه رئيس النيابه وانا ان شاء الله هجيب لك حقك. فمشيته. فهو مشي ورايح على اعتدوا عليه ازاي؟ اعتدوا عليه مش هنا في مكان تاني. في ناس اتربصت له وبلغتهم ان هو مشي في الاتجاه اللي هو راح فيه الشغل بتاعه. يا ساتر يا ساتر هم ناويين. فجابوا مكانتين وطلعوا وراه بكذلك وراحوا طالبينه فين؟ في محل موقع الجريمة عند قهوة رمضان حسن. ووكيل النيابة نزل وعمل معاينة للجريمة وشاف وفرغ الكاميرا. خلينا نسأل بعض شهود العيان اللي ورا حضرتك هتعرف بيه. تعالى اتفضل اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. ايه اللي حصل اليوم ده يا عبد الرحمن؟ انا حضرتك انا كنت رايح شغلي فسمعت ان محمود صاحبي بيتخانق. طبعا انا كنت يعني تعرف ايه عن محمود عشان كل الناس بتقول لي محمود اخويا من زمان وعمره ما قال لحد كلمه وحشه ولا عمره ما حد بص لاي واحده بصه وحشه. محمود صاحبنا من زمان وعمرنا ما سمعنا منه اي حاجه وحشه خالص. الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه يعني كان طيب جدا وجدع ووقف معاه في اي حاجه. مع الناس كلها والعزبه كلها تشهد كده. بصراحه يعني هو مش عشان صاحبي والله بس هو انسان طيب من جواه يعني. واخواته برضك وعم حسن راجل كويس برضه ما شفناش منه اي حاجه. انت اخوه صح؟ اتفضل قول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم هم عمالين يتربصوا له واثناء الحادث كانت عامله اختهم دي كانت عامله محضر وجابت الحكومه لينا هنا البيت وخدتهم في نفس الوقت اخواتها كانوا عارفين مكانه وراحوا له وفضلوا يغزوا سبع عشان تلهي الحكومه. كان جايبهم لان هم هنا كم طعنه تقريبا؟ 12 طعنه. يا ساتر يا رب يا ساتر. سبعه في ظهره وثلاثه في بطنه ثم واحده في صدره. طيب الحاله الانسانيه خلينا نروح لبعض الناس برضو هنا. اسم حضرتك ايه؟ قول لي تعرف ايه عن محمود؟ محمود ده كان شخص انا لا سامع محترم على صوتك معلش مفيش حد كان بيقول مثلا على محمود ان هو وحش ولا كان بتاع مشاكل ولا كان بيتخانق مع حد ولا يعني كان بيمشي في العزبه كلها. العزبه كلها كانت حد كان معروف ومحبوب بيخاف على اهل منطقته واهل شارعه يعني لو اي واحده بالليل معديه يعني ولا يعرفها ولا تعرفه الا راح فين وجاي منين وصلها يعني وصلها لاهلها ولا يبص لواحده معديه بيقعد في الشارع باحترامه وباخلاقه محدش شايف معاه يعني محدش شايف منه حاجه وحشه وعايشين معاه في الشارع بقى لنا اكتر من الناس اللي معمول لها نبض وحضاره دي سايبينها ليه لغايه دلوقتي؟ ده هي عامله رعب للمنطقه كلها سايبينها ليه لغايه دلوقتي؟ عايزين محمد بيه زي ما وعدنا ان هو يجيب له حقه. شوف الناس دي فين؟ لان هم سايبينها اتقبض عليهم في اتقبض على كام؟ اتقبض على اثنين اللي هم ثلاثه اللي عملوا الجريمه اسلام ومجدي وكريم. كريم ده على ذمه القضيه الاولانيه. احكي لي كان لابسين ايه وقت الخناقه؟ حضرتك كانوا وقت الخناقه هنا كانوا جالعين عريانين. عريانين هنا وحضرتك اهو في الفيديو هنا موجود حضرتك. طيب انت عايز ايه؟ قول لنا. عايز القصاص العادل. القصاص العادل وعم جمال برضه يحكي لك لانه كان موجود وعارف وحضر القصه. زي حضرتك قول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل المشكله من الاول يعني ابتدت بخناقه صغيره وحبينا نحل وكده لكن الطرف الثاني يعني شغل بلطجه شغل عافيه ما تفهمش يعني وحتى ناس حاولت تتدخل وتحل لكن للاسف ما فيش فايده يعني. الموضوع برضو اتطور. شوف حضرتك المنظر ده المشهد صح؟ المشهد ده المشهد وكان هنا في الحاره بس الموقع الجريمه بعيد عن الموقع اللي حصل فيه لانهم هم كانوا متربصين له. تمام فاهم حضرتك فالناس دي يعني معلش يعني اما شاب زي دوت
يروح ورايح مكان شغله ويطعن الطعنات دي كلها 12 طعنه انت فاهم يعني ده كده وترصد يعني هم رصدوه ورايح مكان شغله يعني كده قتل عمدا متعمد انت فاهم حضرتك ازاي يعني على حسب القانون ما بيقول ده قتل عمدا متعمد ان شاء الله طبعا قضيه ان شاء الله طبعا حق محمود يجي هو شاب 20 العمر عنده 20 سنه ويعتبر هو العائل لوالده انا حضرتك كل طالبينه من محمد بيه شوقي لانه هو اللي ماسك القضيه حضرتك وهو وعدني ان هو يجيب حقه فعايزين الناس دي اللي هاربه دي عايزين معاوز سيادتك معانا ان هو يجيب حق محمود الناس دي مش سابه ومش سايبانا في حالنا معانا ومع الناس كلها طب هم موجودين فين نبلغ عنهم مبلغينه ومعمول لهم حضرتك ضبط واحضار مالهمش مكان هنا لهنا هنا اختفوا بيتنقلوا كل شويه من هنا للشارع هنا للشارع هنا بس متنقلين سايبينهم ليه لغايه دلوقتي والنت اللي مساعدتهم اللي هو موقع اسمه اسلام مش عارف اسلام مين بيساعدتهم على الكلام ده معاهم فهو اكيد معاه رقمهم تابعوا رقمهم حضرتك وييجوا دول يتحاسبوا طيب اوجه رساله يعني القتله اللي قتلوه قدامي حسبنا الله ونعم الوكيل وحقه عند ربنا وعند وعدنا محمد بيه ان هو هيجيب لنا حقه والحمد لله واقفين معانا فيقفوا للاخر لغايه ما يجيبوا لنا حق محمود ويجيبوا الناس دي سايبينها ليه لغايه دلوقتي سايبينها ليه شفت منظر يعني بشع بتاع هم قالعين في الشارع و طبعا ده ما يرضيش عدو ولا حبيب لا حاجه قذره يعني حاجه مش كويسه يعني وضرب مولوتوف وازاز وسنج واسلحه ويعني طب فين اهل الحاره فين الناس اللي الكبيره اللي بتخلص الناس الكبيره كلها في شغلها يعني هم بيصطادوا الوقت اللي هو ما فيش فيه حد ولو في حد هنا مش هيقدروا يعملوا حاجه حضرتك لو في حد هنا هم مش هيقدروا يعملوا حاجه مش هيقدر يخش الشارع اساسا لكن هو بينتهز الفرصه ان الناس كل واحد في عمله كل واحد في شغله فالكلام ده ما ينفعش احنا عايزين قصاص وعايزين العدل احنا ما طالبش اكتر من العدل عايزين حق اللي راح ده ولا هي ايه بالظبط عنده كام سنه شاب صغير عنده 20 سنه يعني لسه حرام وكان مضروب في الاول برضه واتضرب في الاول وواخد جرح جامد انت فاهم حضرتك واخد جرح جامد قطعه وتر وقطع في المفصل وفي ايديه عنده عجزه 65% بسبب الخناقه الاولى والخناقه دي وبرضه ما مسكتوش برضه الخناقه الاولى برضه ما مسكتوش متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين في عزبه خير الله بننقل لحضراتكم تفاصيل جريمه بشعه وقعت احداثها يعني البارحه او اول امبارح الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين شاب من العمر يبلغ 20 سنه هو العائل لوالده بعد اخيه الكبير لا يقصد شيء في هذه الدنيا غير ان هو يعيش مستور ولكن انا شفت الفيديو بصراحه فيديو بشع يعني يا جماعه ده فيديو بشع احنا بنتكلم على عبد موتى محمد رمضان ظهر تاني في هيئة الثلاثه ومشوا في الحاره وفي الشارع وبداوا يتحركوا بعربده وكان معاهم سنج استنوه وخلصوا عليه هو لوحده طبعا الوالد طالب بالقصاص العادل اعدام طبعا كلمه ربنا شغاله هي الاداء ربنا شغال الناس بتطالب باعدام اعدام هذا الرجل القصاص القانوني وان الطريق يبقى متخذ قانونا كده حضرتك اتفضل بنكون هنا قالت والله يا امه تاني هي امه دي ايه دي بالظبط مش عارف انا قالت له انا قالت لهم انا ان شاء الله هيتم لك عيالك كلهم يا حسن من جبال واقفه هناك في البلكونه قدام الناس كلها على مشهد الناس كلها ان هي مش هسيبه في حاله ربنا يا رب يرحمه وهم عملوها البيئة في حياتك